السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يبا، صباحك الله بالخير، شلونك؟ طيب موجود في البيت ما شاء الله يا سعود. قلت اعوضك عن ذاك اليوم اللي قلت لي اجلس فيه وما مداني، بس شكلك طالع. اي والله طالع، انا مشغول، بعدين بغيت تعوض عن الجلسه اللي راحت، تعوض الوقت اللي يناسب ابوك ما هو اللي يناسبك. بسم الله، توكلت على الله. شكلي نسيت المفتاح جوا. سميبة، هذا هو مفتاح السيارة. أنت وين كنت؟ رحت المسجد. إي لحقت الجماعة أبشرك، وجلست أقرأ وردي شوي وتسننت. ما شاء الله. ما شاء الله، يتقبل. اللهم آمين. اللي يبا سعود داخل؟ إيه داخل، فأمان الله. نعم. راكان، أخيرا جيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين وعدك لي يا راكان؟ وش فيه؟ وش أنا مسوي؟ مو بعدتني أنك بتطيع كلام الوالد وبتمشي على شورنا؟ وليش أجل رايح وجاي مع مشاري؟ يا أخوي أنا حديت عليه، مضطر. مضطر عليه ليه؟ فلوس، تحتاج فلوس. أبشر، رقبت سدادة، أطلب في أي وقت خويا تبغى تجلس معهم وتروح معهم وتجي معهم، أختر أي خويا فيهم خير غير هذا اللي اسمه مشاري وخويا. طيب نفس السؤال بعيد عليه، ليش أنت برضو منحد عليه؟ من بد كل الناس ما اخترت إلا مشاري؟ هذا سؤال يعدت لك. ليش ساكت؟ ايش فيك ما تتكلم؟ قل انك توهقت معه في 4 مليون بسبب واحد مستهتر اسمه راكان، وعشان كذا رجعت تشتغل معه، صح ولا لا؟ راكان، اذا انا اشتغلت معه لامر انت عرفته الحين، ما ادري من اللي قال لك، لكن بدل ما نطيح اثنين اخوان على الاقل انا طحت فيها، وانت عارف مشاري واشتغلت معه قبل وشفت شلون ضرك، ليش ترجع تشتغل معه يا اخوي؟ مو مهم من اللي قالي، لكن المهم اني اعاونك، حنا يا نقوم سوا يا نطيح سوا يا سعود. راكان، ما حد طلبك، انا بكمل لحالي. مستحيل اخليك تكمل لحالك مع واحد اسمه مشاري. لو اعيدها مره ومرتين وثلاثة وعشرة، اليوم ولا بكرة أنا معك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الورطة اللي ما كنت حاسب حسابها. أقول عن إذنك بس. أي والله، الورطة اللي ما كنت حاسب حسابها.